السلام واضح معكم عبد الرحيم 27 سنة ومتعايش مع نقص المناعة المكتسب. J'ai contracté le VIH par une relation sexuelle non protégée. Le VIH, mais qui est quand même que je vais être non, mais anim, t'as qu'à chercher le VIH, t'as qu'à dire qu'est-ce que tu dis avec le VIH. Aad, parce que tu veux bien, aad, parfois tu te connais, tu te sens dans le vrai. يعني كاينه بعض المرات ستيغماتيزاسيون بعض المرات كتلقى ناس اللي زعما تبارك الله متقبلينك وسيرتو الا كنت كتهضر معاهم كتشرح لهم شنو هو الفياش وكيفاش كتهز الفياش وشنو هما الاشياء اللي يمكن لك تحمي راسك من الفياش. جمعية محاربة السيدة كدير واحد لي فوكس جروب ديال الاشخاص المتعايشين تنكونوا كنهضروا على المعاناة ديالنا كنهضروا على الاشياء اللي كنحسوا بها وهذيك التشارك الخبرات والتشارك وتقاسم الحياة عطاني القوة انني نشاركها وكذلك بتأطير مع دي ميديا تريس ثيرابيوتيك قالوا لي شنو هما الميساجات اللي خصني نقول كيفاش نقدر نقولها وصافي الحمد لله مشيت قلتها للعائله ديالي و سيتي بوزيتيف و سيتي نيجاتيف يعني ماشي كلشي ديا غوز ولكن الحمد لله. الوغ لي ميديكامون كيما قلت بانهم موفرين من وزاره الصحه كتعطيهم دواء وزاره الصحه في المغرب فابور وكذلك التكفل الكامل بالاشخاص المتعايشين من تحاليل من رعايه صحيه. ما كنظنش بان السيده مجرمه في البلاد العربيه ولا العالم العربي ولكن هي عليها واحد الستيغماتيزاسيون واحد الديسكريميناسيون ولا واحد الوصم والتمييز الكبير كيكون باقي مشحون ومحقون بوسائل الاعلام اللي كيستعملوا الفياش ولو سيدا كماده دسمه في المنشورات ديالهم يا اما اللي جلب النقرات دي فاسون بروفوكاتيف بارفوا. كنخاف انني نموت وما نخليش شي ليغاسي ورايا ما كنتش درت حتى شي حاجه اللي تفكروني بها الناس. سي توي اتان دو فياش راك عارف بان ما كاينش ما غاديش نموتو بالفياش. شنو اللي كيقتلنا هو لا ستيغماتيزاسيون. الا بغينا نحيد خصنا نكثروا الهضره على الفياش خصنا نكثروا الهضره على لو سيدا. يعني ماشي ما قلتلكش انها تبان في التلفازه ولا تبان في شي حاجه اخرى ولكن في المحيط ديالك حميو ريوسكم. هذه شي حاجه اللي ضروري خصنا نقولوها لكم. يعني الفو توجور اكزيجي لو بريزيرفاتيف ولا كاينين وسائل وقايه ثانيين. اوعوا ريوسكم اقراوا على الموضوع وسولوا اسئله وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. ابونيفو ا واضح.